كل الناس بحاله الطقس عشان برضو الناس تخلي بالها من الطرق في النقل وفي المواصلات. ومعانا على الهاتف سعاده الدكتور علي قطب خبير الارصاد الجويه، يطمنا على حد الطقس النهارده. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا دكتور عباس. الله يخليك. طمنا الجو اخباره ايه والطقس في مصر النهارده؟ الدنيا هتستمر كده لحد امتى؟ يعني في الحقيقه هو تقلبات جويه بدات من الامس وبدات على المنطقه الغربيه بنشاط الرياح، ولكن كان محدود لان المنخفض الجوي ما كانش لسه تعمق فوق جمهوريه مصر العربيه، وتعمق منذ مساء امس وبدات الاتربه تمتد من الغرب الى القاهره العاصمه مرورا بالاسكندريه. المناطق اللي هي زي القاهره والوجه البحري تعرضت لعواصف ترابيه وادت الى تدهور في الرؤيه الافقيه على الطرق بصفه عامه، حتى داخل القاهره العاصمه تدهورت مدى الرؤيه الافقيه. ولكن في الساحل في الاسكندريه بدات اليوم امطار، وكانت امطار متوسطه الشده على الاسكندريه، واستمرت هذه الامطار يمكن حتى لحظه انا بكلم حضرتك ما زال هناك امطار على مناطق متفرقه من الاسكندريه. لكن الاتربه بدات تهبط مع دخول فتره الليل، لكن هي متواجده. ذروة الأتربة كانت في فترة ما بين الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة السادسة مساء. طبعا بدأت تهدأ نسبيا كمية الأتربة لأن بدأت تحول الرياح من جنوبية غربية صرفة إلى غربيات وشمالية غربية، وبالتالي في برودة في هذه الرياح، وده اللي هيشعرنا بالطقس الشديد البرودة. أنا بكلم حضرتك طبعا أكيد لازم تكون لابس جاكيت قبل ما تدخل الاستوديو وتكون بتقل جامد، لان طبعا المنطقه بتاعت مدينه الانتاج الاعلامي منطقه مفتوحه وفي تيارات هوائيه شديده، وبالتالي دي محتاجه نقول ان الطقس في هذه المنطقه شديد البروده من دلوقتي وبيستمر حتى صباح غد ان شاء الله، لكن بتخف حده الاتربه غدا وبيبقى من هذه الموجه بالنسبه للقاهره كميات السحب وكذلك درجة الحرارة المنخفضة. يعني العظمى غدا إن شاء الله ستكون على القاهرة 20 درجة مئوية، هي اليوم سجلت 19 درجة مئوية في القاهرة العاصمة عظمى، والإسكندرية سجلت 17 درجة. يعني هذه الموجة كما يقال في الإسكندرانية إنها نوة قاسم. بالمناسبة النوة يا أستاذ عبائي، يعني عاوز أقول لحضرتك مش كل نوة بتحدث يبقى تكون عنيفة أو متوسطة. إحنا بندرس خرائط في الهيئة العامة للطقس الجوية، خرائط توزيعات الضغط السطحية والعلوية وصور الأقمار الصناعية والتنبؤات العددية ليوم واثنين وثلاثة، وبندخل بيانات. هذه البيانات بتتحدث كل ساعة، فالنوات دي قد تحدث وقد لا تحدث، وحدثها قد يكون بنسب متفاوتة. فده إحنا لازم ناخد بما يقال عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية وما تصدره من بيانات. فعلا كلام حضرتك يا دكتور علي مطمئن جدا ان شاء الله ان بكره ان شاء الله الجو هيتحسن اكتر من النهارده. فعلا درجه الحراره النهارده 19، بكره ان شاء الله هتكون 20، ففي تحسن واضح ان شاء الله بالتدريج حسب كلام دكتور علي قطب خبير الارصاد الجويه. بنشكر حضرتك يا فندم على مداخلتك معانا وطمأنة المصريين بحاله الطقس.